بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل العمارة اللي فيها الشقة بتاعت النهاردة من برة. دي عمارة 10 أدوار بتبص على شارع 20 متر رئيسي، شقة النهاردة في الدور السابع. ده كده بقى شكل المدخل بتاع العمارة أهو، ده كده شكل الجدران بتاعته، ده كده شكل السقف قدام حضراتكم اهو، وهنا كده عندي اسانسير. كده بقى يا جماعه وصلنا الدور اللي فيه الشقه بتاعه النهارده. واول ميزه في مميزات الشقه بتاعه النهارده ان الدور الواحد فيه شقتين. دي هنا كده الشقه بتاعه النهارده، وهنا كده الاسانسير، وهنا كده الشقه الثانيه. شقتين بس في الدور يا جماعه. شقه النهارده تشطيبها الترا سوبر لوكس، كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية. أول حاجة هنشوفها عداد الكهرباء، ده كده عداد الكهرباء، ودي تاني ميزة، عداد كهرباء قديم اللي هو الثلاثة فاز يا جماعة، 3 فيز. يلا بقى نبدأ نخش برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة ده باب مصفح بالديزاين الجميل ده اللي حضراتكم شايفينه، ده باب مصفح تركي. اول ما بندخل بقى كده يا جماعه بيجي لنا الريسبشن الجميل ده، ده ريسبشن اربع قطع كبار. بص بقى يا جماعه اربع قطع ما شاء الله. الشقه مساحتها 200 متر تحت العجز والزياده، تحميل قديم. بص يا جماعه ريسبشن اربع قطع، ولو عايزه كمان يشيل خمس قطع هيشيل معاك خمس قطع. بص يا جماعه الجمال ما شاء الله، الشياكه، الجبسن بورد في السقف، بيت النور، السبوتات. بصوا كده بقى يا جماعه المساحه، انا معايا هنا لو قلنا دي قطعه ودي قطعة ودي قطعة يبقى كده ثلاثة، واللي هناك دي قطعتين. قطعتين يا جماعة تشيل معاك قطعتين مرتاح، يعني ممكن نقول كمان خمس قطع، بس خلينا نقول بالأقل أربع قطع. هنشوفهم برضو أهو. بصوا يا جماعة هنا كده كمان معايا البلكونة، الشقة بتبص على شارع 30 متر يا جماعة. هنخش دلوقتي ونشوفه من البلكونة. بصوا يا جماعة بجيب لكم الريسبشن أهو من جميع الاتجاهات عشان تتخيلوا معايا المساحة بتاعته. بسم الله ما شاء الله، مساحة وتشطيب. بصوا يا جماعة تعالوا برضو نشوف الجزء ده اهو، ده ياخد معايا قطعتين مرتاح جدا يا جماعة، ومش ببالغ. اللي هيجي ان شاء الله ويشوف على الطبيعة هيتأكد من الكلام بتاعي. بصوا يا جماعة التشطيب اهو ما شاء الله، تشطيب جميل، وفي عندي كمان ده مكيف اهو، وفي كمان مكيف جوه هوريه لحضراتكم كمان للبيع مع الشقة، وفي مطبخ كمان. ده كده شباك على الشارع الرئيسي، بس خلينا ايه ما نضيعش وقت حضراتكم ونروح نشوفه من البلكونه. كده يا جماعه شفنا الريسبشن اهو من جميع اتجاهاته. تعالوا بقى نخش نشوف البلكونه. دي البلكونه اهي يا جماعه. دي المساحه بتاعتها. ده كده الشارع اهو، شارع يا جماعه 30 متر. والشقه كمان في الدور السابع. انا كده يا جماعه دور سابع، دور مميز، لا واطي قوي ولا عالي قوي. الادوار الوسطيه دي بتكون من المميزات بتاعه اي شقه. يلا نرجع نكمل بقيه الشقه معانا. وطبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. كده يا جماعه شفنا اول حاجه هو الريسبشن. تعالوا بقى نخش طرقة التوزيع ونشوف الغرف والحمامات. أول واحد هنشوفه دلوقتي اللي هو حمام الضيوف. ده حمام الضيوف أهو يا جماعة، ده اللي بيبقى قريب من الريسبشن، ده جنب الريسبشن على طول أهو. دي كده المساحة بتاعته. مساحته حلوة بالنسبة كحمام ضيوف، مساحته حلوة جدا. ده كده الحمام الأولاني بتاع الضيوف. في عندي هنا المطبخ بقى، بعد كده بيجي لي المطبخ على اليمين أهو. دي فتحة سيرفيس، فتحة مناولة. نخش نشوف المطبخ. ده المطبخ يا جماعه مساحته في منتهى الجمال. الشقه اصلا كلها ما شاء الله، ده غير كمان لسه الغرف، خليك متابع معايا هوريك الغرف، مساحات في منتهى الجمال. المطبخ ده يا جماعه على فكره معانا للبيع، للبيع برضو مع الشقه. للتوضيح بس، طبعا ده ستيكر كده ملزوق على الرخامه وعلى المطبخ برضو في نفس الموضوع يعني، فتقدر تشيل اللزق ده مفيش اي مشكله فيه. تمام. عندي برضو هنا عداد الغاز اهو، ده عداد الغاز. الشقة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية. بصوا يا جماعة المطبخ واسع ازاي ما شاء الله. دي فتحة المناولة اهي من هنا. ده كده المطبخ ودي المساحة بتاعته.
وده الشكل بتاعه. تمام؟ يلا بقى نروح نشوف الغرف والحمام الكبير والحمام التاني. ده كده عندي اهو طرقة، عفوا ده السلم اهو، ده السلم طالع بثلاث درجات سلم للمستوى التاني. ده كده التشطيب بتاع طرقة التوزيع. على اليمين بقى هنا كده بيجي لي الحمام الكبير، ده الحمام الكبير اهو. بصوا يا جماعة المساحة، ده كده البانيو اهو، بانيو دائري زاوية، في عندي خمس سبوتات مع الجبس اللي في السقف ده بالديزاين ده. دي المساحة بتاعت الحمام. بصوا يا جماعة المساحة واسعة ازاي. عندي ده الحوض اهو، حوض رخام بوحدة تحت اولوميتال. ده كده المساحة اهي. عندي طبعا الغاز برضو وصل هنا في الحمام الكبير. دي مساحة الحمام يا جماعة، مساحته جميلة. تعالوا بقى نشوف الغرف. تعالوا نشوف أول غرفة. دي كده تعتبر غرفة الأطفال. الغرف يا جماعة الأرضية بتاعتها كلها باركيه، يعني الريسبشن من بره سيراميك والغرف كلها باركيه. دي كده الغرفة الأولى أهي، ده شكل التشطيب بتاعها أهو. في عندي برضه سبوتات، وعلى فكرة دي مش كل الإضاءة كمان، يعني لو نورنا كمان السبوتات دي كده أهي كمان. طبعا عندي السبوتات كلها يا جماعة ثلاث إضاءات، الأبيض والورم والثلجي. تمام، دي كده يا جماعة أول غرفة. تعالوا بقى نخش الغرفة الثانية. دي كده الغرفة الثانية هنا أهي. بصوا يا جماعة المساحة بتاعت الغرفة إيه، عاملة إزاي. مساحتها حلوة جدا، برضو الأرضية بتاعتها باركيه، السقف بتاعها برضو نفس الشيء جبسن بورد، بيت النور مع السبوتات. دي كده هجيب لكم برضو نفس، هجيب لكم الغرفة برضو من الاتجاه الثاني. بصوا يا جماعة من الناحية التانية اهي، الغرفة كبيرة ما شاء الله، تقريبا 4 في 5 الصافي، ده أكتر كمان من 4 في 5، خلينا نقول بالأقل. طبعا أنا شايف المساحة غير ما حضرتك شايف بالعدسة، يعني أنا شايف المساحة بعيني. طبعا لما أنت بقى هتيجي تشوف وتعاين بعينك برضو على الطبيعة هتلاقي المساحات مظبوطة مع عينيك، ممكن تكون مش واضحة كويس في العدسة، لأن مهما كان التصوير العدسة غير العين، فلازم تيجي تشوف بعينيك إن شاء الله. دي بقى يا جماعه الغرفه الثالثه، ودي اكبر غرفه فيهم، يعني الغرفه دي لو جيت تبص هتلاقيها ممكن تجيب معاك غرفتين. يعني الغرفه دي تقريبا اكتر من 6 متر في اكتر من 4 متر. ده برضو التشطيب بتاعها، وفي معاها مكيف اهو، ده مكيف تقريبا 3 حصان. يا جماعه بصوا دي الغرفه ما شاء الله التشطيب بتاعها اهو. الشقه كلها يا جماعه تشطيب على الترا سوبر لوكس. ودي كده الشقه بتاعت النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 200 متر تحت العجز بالزياده، 3 غرف وريسبشن، 4 قطع او اكتر كمان، يدي معايا كمان 5 قطع كبار، ومطبخ، واثنين حمام منهم حمام تخش له من الغرفه الماستر، والغرف كلها باركيه، والطلعه بتاعتها او معموله بمستوى ثاني، مستوى ثاني ده 3 درجات سلم. الشقه كامله المرافق، كهرباء وغاز وميه، عداد الكهرباء قديم اللي هو 3 فاز 3 فيز، والغاز موجود، وعداد الميه مشترك مع العماره، بتيجي الميه وتتقسم على السكان كلهم. الشقه يا جماعه عنوانها فيصل الطلبيه، طريق الطلبيه الرئيسي، بينك وبين شارع فيصل الرئيسي ماشي على رجلك 5 دقائق او بالعربيه دقيقه واحده بس بالظبط. الشقه مطلوب فيها 2,200,000. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 9 مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.